السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم متابعيني حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا النهاردة نعمل مع بعض محشي البتنجان ونعمل بطاية حلوة كده ونعمل محشي الكرنب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده تعالوا نسمي الله ونبدأ بسم الله انا عندي هنا البطاية نضفتها كويس وزبطتها كده وهاخدها على الحوض اعمل لها مساج بالملح والليمون و والميه واظبطها كده تظبيطه حلوه وتعالوا بعد كده نشوف هنعمل ايه البطايه انا كده خلاص غسلتها وحطيتها في ملح وميه وليمون شويه وبعدين تعالوا بقى نشوف هنتبلها ازاي انا عندي هنا بصلايه كبيره وعندي ملح وفلفل وحبهان مطحون وهحط كمان ربع معلقه صغيره من الكمون هتفرق معاكي في الشوربه خاصه ان انت هتسقي بيها محشي الكرومب او محشي البتنجان والفلفل خلاص وعصرت كمان عليهم ليمونه وفي الوقت ده انا حاطه ميه على النار وحاطه فيها برضو بصل وحاطه ملح وفلفل وحبهان وحاطه عود قرفه صغير كده وورق لورق تعالوا بقى ندلع بطايتنا كده ونحشيها بالبصل ده ونحط لها البصل من جوه ومن بره ومن تحت الجلد بتاعها شايفة انا بدخل التتبيلة بتاعتها ازاي ده بقى يطلع لك البطاية متبلة وحلوة وريحتها بتبقى تحفة والبصل ده كمان بيبقى حلو قوي دعاكي بقى البطاية كده من بره ومن جوه وبعدين كت فيها <applause> كتف البطاية بتاعتي كده واقف واعمل الرجل بتاعتها كده ادخلها زي ما انتم شايفين كده وبعدين الجناحات بتاعتها هحطها بالشكل ده وتعالوا نروح على البوتاجاز واحطها بقى في الميه اللي بتغلي وفيها كل التوابل اللي انا قلت عليها شايفين هغطيها بقى واسيبها تستوي مع نفسها تعالوا هنا ندلع الفرخيه دي كمان عندي فرخه وعندي غسلها كويس طبعا برضو ونقعها في ميه وبملح وليمون ومظبطاها وغسلها زي الفل عندى بصلاية كبيرة حطيت فيها ملح وفلفل وحبهان مطحون وعندى أهو ورق لورة وهعصر عليها ليمونة وانا عاملة طماطمية كده كبيرة بردو أو اتنين <applause> حسب ما انتى حابة يعنى بس أنا مش بحب فيها الطماطم لأن أنا مش هعملها بصوص انا هيدوبك بس هى هتستوى فى البصل والطماطمية دى أنا عاملاها فى المبشرة ما عملتهاش فى الكبة ولا حاجة بالمبشرة كده بسرعة بسرعة زى ما انتم شايفين كده وطلعت بالشكل ده جبت بقى الصينية اللي هحط فيها الفرخة وحطيت فيها التتبيلة دي وهجيب الفرخة وهعمل لها مساج بصل انا هنا حطيت معلقة سمنة بلدي برضو تدي طعم حلو كده وهقلبهم مع بعض واجيب الفرخة وادخل فيها كل البصل بالتوابل والحاجات اللي انتو شايفينها الحلوة دي والوانها حلوة كده خلاص الصينيه دي انا مش عايزاها فيها صوص ولا ميه ولا الكلام ده انا عايزاها ناشفه خالص تبقى عامله زي المشويه كده فانا مش هحطها على البوتاجاز من فوق انا هسيبها في التتبيله بتاعتها كده ساعه ولا حاجه وبعدين ادخلها الفرن على طول هسيبها بقى في الفرن تستوي وتاخد لون براحتها وعايزه تطلعيها فاتحه عن اللي انا مطلعاها كده طلعيها انا عندي هنا بيحبوا الحاجه غامقه شويه خلاص تعالوا بقى هنا نعمل صلصة المحشي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده هنا الزيت غلي قوي وبعدين رحت نازلة بالبصل ب ب ب التركية دي بتدي طعم للصلصة حلوة قوي يعني خلاص آه خلاص البصله بتاعتي اخدت اللون اللي انا عايزاه ما تغمقيهاش قوي علشان الصلصه بتاعتك ما تبقاش وحشه وما تخليهاش برده فاتحه قوي علشان الصلصه ما تبقاش صيصة على راي ماما خلاص <applause> هنا بقى انا حطيت الطماطم بتاعتي وهسيبها كده لما تتسبك هحط بقى التوابل بتاعتها دلوقتي هحط لها آه ملح وفلفل حبهان مطحون آه بابريكا كمون كزبرة ولو انت حابة تضيفي عليها قرفة او سبع توابل او البهارات السبعة يعني او الكلام ده براحتك بس انا اكتفيت بالتوابل اللي انا حطيتها دي ملح وفلفل حبهان مطحون ورق لورا وكزبرة نشفة وطبعا المحشي بيحب الكزبرة وبيحب الكمون وحطيت لها كمان بابريكا وورق اللورا وأحط لها مكعب مرق خلاص هسيبها بقى كده تتسبك مع نفسها كده وتاخد القوام اللي انا عايزاه وتتسبك وهنزل عليها قبل ما تتسبك هنزل عليها التركيه دي حلوه قوي وبتخلي برضو الصلصه طعمها تحفه وبيبقى بتبقى مسكره حطي معلقه سكر وحطي كمان بشر... بصلايه مبشوره أو متقطعه صغير خالص وسيبيها بقى تتسبك مع نفسها كده خلاص انا اتسبكت عندي اهي وفصلت الـ 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 الزيت طلع على الوش اهو انا كمان حطلها معلقتين سمنه بلدي فطلع على الوش الزيت بتاعها الادام بتاعها زي ما بيقولوا انا الصلصه هنا عندي كتير انا عامله كميه أه بحب اعملها واسيبها عندي لاي ظرف ولا حاجه أه ، خلاص هنا بقى خدت الكميه اللي انا عايزاها وهحط عليها الرز بعد ما غسلته ، هقلب فيها كويس جدا وبعدين أه يعني يعني قلبي بقى كويس علشان خاطر ايه اي مثلا اي حبه ميه نزلوا مع الرز ولا حاجه ينشفوا والدنيا عندك تبقى متظبطه فقلبى فيه شوية كده لحد ما الرز يسخن مع الصلصة بتاعة المحشى اللى انتى عاملاها يسخنوا بقى كده شوية وبعدين هنشوف هنعمل ايه طبعا تكونى غسلة الخضرة بتاعتك ومظبطاها شبت وبقدونس وكزبرة حابة تحطى حبة نعناع تفرقيهم كده عليه مفيش مشكلة حطي بقى الخضرة بتاعتك بعد ما الرز يسخن مع الصلصة وما تخليهمش على النار يا دوبك بس تقلبيهم كده ونزليهم ونحشي مع بعض طبعا انا قورت البتنجان والبتنجان جاهز ان هو يتحشي والفلفل جاهز وحطاهم في مية بملح والخطوة دي برضو بتفرق بتخلي البتنجان نفسه يبقى حايق يبقى حياء حلو خلاص خلاص هنا نزلت بقى بالشبت والبقدونس والكزبره مقطعاهم صغير زي ما انتم شايفين كده هقلبهم شويه وهقلبهم في حاجه واسعه علشان اعرف احشي ونشوف مع بعض الخطوه دي البتنجان بتاعي صفيته من الميه اللي فيها ملح وشطفته شطفية صغيره كده وبعدين حشيت شايفين انا حشيت البتنجانيه وسايبه فيها بتاع عقله صباع كده مش محشيه علشان الرز لما يستوي بيزيد فهيطلع يبقى واخد ما تلاقيش البتنجان واخد ايه طالع منه رز كده او يملالك الحله بتاعتك رز شايفين كمان مش بكبسه ما تكبسيش البتنجان وانت بتحشيه خليه كده طري علشان يطلع من جوه الرز مفلفل ومستوي وما يبقاش معجن وما في بعضه خلي البتنجانية بتاعتك كده مهوية من جوة وما تخفيش مش هيبقى فاضي ولا حاجة وسيبك عقلة صباع كده في البتنجانية من فوق مش محشية الفلفل نفس الكلام ما تحشوش كتير علشان ما يوقعلكيش رز في الحلة وتهضري رز كتير خلاص هنا بقى انا عاملة بتنجان ابيض وبتنجان اسود وعاملة الفلفل وهحشي بقى الكميه بتاعتي وطبعا انا عندي كرومب كمان وحشيت معاكم قبل كده الكرومب وعملت معاكم محشي الكرومب من اوله لاخره آه النهارده بقى هعمل معاكم البتنجان وهعمل محشي الكرومب واحشيه وخلصه واوريه لكم وهو ان شاء الله باذن الله بيستوي البتنجان الموضوع سهل جدا وما بياخدش وقت خالص واكلة حلوة يعني من الاخر كده اكلة لذيذة يعني هنا بقى انا حشيت خلاص وحطيت في الحلة بتاعتي وجبت طبعا شوربة من بتاعة البطاية ادام في محشي وفي بط يبقى لازم نحشي بشوربة البط جبت بقى شوربة البط وحطيت فيها صلصة من بتاعة المحشي اللي انا عاملاها من بتاعة التغذية بتاعة المحشي وشفتها محتاجه ملح او محتاجه اي حاجه زبطتها وانت كمان ظبطي الشوربه وحطي بقى على البتنجان وما تكتريش علشان آه يعني ايه لما يغلي ما ما يعني ما تلاقيش بقى ان انت الميه عندك كتير وهو استوى ولسه فيه ميه ظبطي ميتك كده ظبطيها ازاي انت عامله قد ايه بتنجان عامله كيلو بتنجان مثلا اخد نص كيلو رز نص كيلو رز ده بيبقى مثلا عباره عن مجين يبقى انا هستخدم مجين شوربه وازود عليهم ربع كمان خلاص وحطيتها بقى وهحط عليها طبق علشان يمسك لي المحشي بتاعي هنا بقى محشي الكرنب انا بوريه انا لفيته وحشيته وخلصته وحطيت عليه الشوربه بتاعته وحطيت عليه حبه صلصه كده من فوق اكتمى بقى الحلة بتاعت البتنجان بتاعتك بغطا وبعدين حطى غطا كمان عليه شايفين المحشي وهو بيبك كده <applause> حلو جدا شايفين هنا بقى المحش بعد ما استوى والفرخة بتاعتنا وادي البطاية ومحشي البتنجان عايزة اقول لكم كان تحفة شايفين البتنجان مش مخرج برا رز خالص ولا الفلفل مخرج رز خالص والمحشي الكرنب كمان كان هايل جدا وطعمه كان تحفة آه يا رب تعملوه يعجبكم وتكون وصفتي سهلة وبسيطة عليكم وان شاء الله بإذن الله ينال اعجابكم شايفين قولوا لي رايكم في الكومنتات ولو في تركايه بتعملوها انا مش مش عملتها وفي تركايه انتوا بتعملوها وبيطلع حلو عرفوني قولوا في الكومنتات شكل الفرخه وطعمها كان تحفه لو حابه تطلعية فاتحه شويه عن كده مفيش مشكله لكن احنا عندنا بنحبها كده يعني عندي بيحبوا الحاجه الغامقه شويه تمام وبالف انا وشفا لما تعملوه وتجربوها وتقولوا في الكومنتات رايكم ايه البطاية بقى انا حمرتها وانت بتحمري حطي حبة زيت في الطاسة مع السمنة اللي بتحمري بيها علشان خاطر يطلع لك بيلمع وحلو كده وما تنسيش بعد ما ما تعمليها رش عليها كزبرة نشفة وحبة ملح وحبة فلفل اسمر بيخلوها تحفة شايفين والمحشي كان مستوي وكان تحفة من جوه وكان مفلفل وكان طعمه زي العسل لو لسه بتشوفيني لاول مره واول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وكمان تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد واعملي لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن كنت معاكم من قناتي ومطبخي منى الشاذلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته